ضربات الرؤوس وأول لقب حسم بالراسية عن طريق بازيل بوليه للوام في منشن على فريق ميلان، وهدف أول، الهدف الأول الأطلسي، جول 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 جول، عملوها بالرؤوس، ضربوهم بالرؤوس، قاتلوهم بالرؤوس، ويتقدمون في أواخر الشوط الأول، 1-2-0 الريال. إيكر كاسياس لم يقدر، والكرة الأولى في الجول عن طريق جودين، عن طريق الأوروغواياني ابن السلستي، يضرب برشلونة ويقهر الريال. من أين لك هذا؟ من أين الرأس هذه؟ من أين يا ابن السلستي يا ابن مونتفيديو؟ 1-0 للكبير الثاني العاصمي. لا تغضب مني يا الأتلتي الثاني، لأنك 1903 أصغر في السن وأقل في الألقاب وممكن الأقل في الجمهور، ولكن الأكثر طموح. إيش وينك؟ وينك يا خديرة؟ فينك؟ جودين أعلى من الجميع، كاسياس يغلب في وقت وتايم الخروج ويدخل بها جودين. جولاتو! جولاتو ديل بلنجي! ريال 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 ريال! مدريد مدريد مدريد! المرنجي يتعادل قبل الأخيرة ضاعت، والأخيرة دخلت قبل الأخيرة ضاعت، والأخيرة ضاعت، والأخيرة دخلت. 1-1 يا المرنجي، 1-1 يا الريال. ألم أحذركم يا الأتلتي؟ ألم أقول لكم شوارزنباك البارحة؟ شوارزنباك والليلة سيرخيو راموس، اكتبوا سيرخيو راموس اسم ملكي على قبيلة الملوك. راموس راموس راموس، جولاتو 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 ديل كازابلانكا ريال مدريد، هدف لهدف. مش ممكن مش ممكن مش ممكن، بالقوة تدخل، بالبنية تدخل، بالساق تدخل، بالراس تدخل، راموس يدخلها الشباك. الله يا راموس، منقذهم منقذهم، ملهمهم، مدون الانفجار. زيزو يقول عدنا، أنشيلوتي يقول لن أموت، وفلورنتينو ينسى دور الرئيس ويذكر ويتذكر أنه عاشق للريال مدريد.